إذن مشاهدينا، ضغوط على عائلة لإبطال زواج ابنتها من شاب من قبيلة مختلفة، كيف نتعامل أو كيف تتعامل العائلة مع هذا النوع من الضغوط، وهل هناك دور للقانون في حل هذه الحالات؟ الإجابة عن هذه الأسئلة معنا مباشرة راح يكون بعد قليل من جدة المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي. حقيقة شفت كثير من المشاركات كلها يعني، وخلينا نقول ماخذة التوجه الوسطي، نعم، وحتى يعني قائمة في بعض الآراء قائمة على خلينا نقول آراء دينية وأحاديث لرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. يعني إذا أخذنا الآراء الدينية فهي راح تنصف العريس اللي هو موافق، والعروسة اللي هي موافقة، وأبو العروس اللي هو موافق، وراح تخرج الباقي من دائرة الجدل ودائرة التدخلات اللي ما لها أي مبرر، بما أنه الأهل يعني راضين. بس سبحان الله بعض الأحيان، ومش أول مرة على فكرة يعني نحكي مثل هذا الموضوع. أذكر تقريبا بال 2006 إذا ما خابني الظن، أو 2007، حصل نفس هذا الموضوع، وأيضا تم تداوله بشكل كبير ما بين الصحف ما بين المجلات، ولكن الحالة هناك كانت أسوأ لأنه رفضت الزوجة الطلاق، فاضطروا أن هم يسجنوها، وكان عندها طفل رضيع كان عمره 9 شهور 8 شهور على ما أذكر، أنه الموضوع قديم. وقالت أنا أفضل أني أبقى بالسجن ولا أني أطلق من زوجي اللي بيني وبين عيال وأرجع لأخواني، رغم أنه أبوها كان وافق بس أخوانها كانوا رافضين. نعم. على العموم مشاهدي رح ناخذ رأي المحامي والمستشار القانوني ريان مفتي. يسعد صباحك سيد ريان. صباحك استاذ لجين، وصباح الاستاذ هاني. نعم سيد ريان، احنا شفنا يعني الحمله والاراء الكثيره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا كان هناك خلينا نقول هاشتاج معين، ولكن لو تكلمنا بشكل عام، ما هي الانظمه المتبعه في مثل هذه الحاله من قبل العائله اللي تبي تزوج بنتها؟ هي طبعا مسألة الموافقة على العريس المتقدم أو رفضه هذه مسألة شخصية بالنسبة للأسرة، لكن إنه إحنا نربط المسألة إنه هي مسألة شرعية، هي طبعا هي مسألة غير شرعية ولا ترتبط مسألة يعني لا بالقانون ولا بالشريعة. يعني هي حتى إحنا نتكلم إحنا عن موضوع كانت بدايته هي بداية العادات والتقاليد في زمن الجاهلية، ولما جاء الإسلام طبعا انتفى هذا الأمر، وكان عملية وجود شروط وأركان لأي زواج كان ترتبط في مسألة الدين والإيجاب والقبول والمهر، ولم تضع أي شرط من شروطها أن يكون هنالك توافق في النسب إلا إذا كان بين حر وبين عبد، وهذه مسألة غير متوفرة الآن وغير موجودة. نعم، إذا مثل ما ذكرت أستاذ ريان، عفوا، إنه كانت موجودة في زمن الجاهلية، ولكن واضح من الحالات اللي قاعدين نشوفها أنها ما زالت مستمرة، ولو كانت عند الأقلية جدا ولكنها ما زالت موجودة، يعني حتى الدين ما قدر عليهم مع الأسف. طبعا مع مرور الزمن والتاريخ وبعض الاشخاص اللي هم او بعض العوائل اللي هي تمسكت او بهذا العرف والتقاليد، للاسف الشديد انه طبعا لا تتزوج الا من نفس القبيله، وتبدا بابن عمها، ومن بعده في حال اذا لم يرغب فيها تتزوج من نفس القبيله او لا تتزوج. انا اعتقد انه هي من القبائل جدا القليله، او من الاسر والعوائل الجديد القليله جدا في المملكه اللي هي متمسكة بأمور تعتقد أن هذه بتؤكد أصالتها أو قوتها القبلية، لكن هي بعيدة كل البعد عن أو منافية أيضا للشريعة الإسلامية، منافية للدين وللعادات والتقاليد. نجد كثير من القبائل الآن أصبحت تتناسب مع بعضها البعض، سواء من شمال المملكة ومن جنوبها ومن شرقها ومن غربها، وأصبح هذا الموضوع جدا بسيط. لكن أنا أعتقد أن هذه حالة كانت استثنائية وشاذة، لذلك كانت عليها ظهور كبير وكان عليها يعني اعتراض من الجميع. اكيد. نعم. طيب سيد ريان، يعني الان هل ممكن احنا نربط هذه القضيه بقضايا تكافؤ النسب؟ طبعا قضايا تكافؤ النسب هي كانت القضيه الوحيده الاولى اللي قبل كم سنه، وكان صدر فيها حكم بتفريق بين الرجل وزوجته بعدم تكافؤ النسب. لكن حتى نعيد هذا الموضوع ونذكر المستمعين فيه والمشاهدين، هذه القضية أساسا تم إلغاءها وألغي الحكم من خلال المحكمة العليا باعتباره أنه كان حكم غير صحيح. لذلك مسألة تكافؤ النسب من ذلك الوقت إلى الآن أصبحت متداولة على مسامع الناس، لكن لا يوجد أي سبب يعني من أسباب النسب يستطيع من خلال القاضي أن يفرق بين الرجل وبين زوجته. هذا ما اتفق عليه مجمع الفقهاء في فيما يخصه.
فلذلك مسألة تكافؤ النسب هذه ليست من شروط النكاح وليس من أركانها وليس السبب للتفريق بين الرجل وبين زوجته طالما أنه كانت الزوجة مرتضية بهذا الزوج وكان هنالك إيجاب وقبول ووجود ولي أمر كان، فبالتالي إذا توفرت. نعم سيد ريان، يعني موضوع تكافؤ النسب تقول أنه اتفقوا عليه العلماء وإنهاءه، متى تم إنهاءه؟ هذا الموضوع موضوع فقهي وكان نعم. هنالك تداول من جميع المذاهب فيما يخصه. البعض القله من الفقهاء تدخل واعطر، لذلك الحكم السابق كان يستند على جزئيه معينه من المذهب الحنبلي، لكن مجمع الفقهاء اتفقوا على مساله انه لا يوجد شرط او لا يوجد سبب او لا يوجد تكافؤ النسب، هذا يعتبر شرط من شروط فسخ النكاح بين الرجل وبين زوجته. لذلك لا يوجد اي حكم حتى تاريخ الان صدر في تفريق بين الرجل وبين زوجته بسبب تكافؤ النسب في المحاكم السعوديه. هو كان حكم وحيد صدر بهذا الحكم وتم الغاء هذا الحكم من خلال المحكمه العليا. نعم يعني استاذ ريان، عشان نتاكد بس ونطمن اليوم، بما انه الزوج او العريس والعروس او ابو العروس وهو ولي امرها موافقين، معناته ما في ولا اي احد يقدر يوقف هذا الزواج او يبطله طالما انه الزوجه موافق على هذا العريس ولي امرها موافقين موافق عليه والزوج ايضا موافق وكان هناك ايجاب وقبول وتوفرت شروط واركان الزواج، لا يوجد اي قوه تمنع من وجود هذا الزواج او اتمامه. ممتاز. والتهديدات اللي بيتعرض لها الاب كيف ممكن يتصرف معها؟ فصل الخط اظن. احنا نسمعك، تسمعنا؟ فصل الخط يا زيد. لا دام انه طلع الموضوع فصل خط وطلع اسم يزيد على الهواء معناته فصل خط من جد. على العموم يعني واضح الموضوع، اذا كانت العروسه موافقه والعريس موافق ابوها موافق الله يهنيكم يا رب والله يسعدكم ويبارك لكم بهالزواج، واحنا مبسوطين لكم صراحه. لا هو في كمان انا كنت وكان ودنا انه نستمر مع السيد ريان من خلال يعني قراءتي عن هذا الموضوع قبل الحلقه. بالنسبة لموضوع تكافؤ النسب، نعم، في موضوع نشر في صحيفة الشرق عام 2013 كان في تقريبا 16 حالة سجلتها المحاكم السعودية لفسخ، عشان كده تعتمد ظهر هذا القانون رغم انه هو قال لك تكافؤ. نعم. التكافؤ سابقا ايام الجاهلية بين الحر والعبد، واحنا ما عاد في موضوع الان والله عبد ولا خلاص كلنا احرار. نعم. الحمد لله، فلذلك الموضوع التكافؤ هذا ما عاد مثل الاول، صار مختلف تماما. هو اللي زين، وطبعا اكيد مشاهدينا احنا الفكره اللي بنوصلها من هذا الموضوع هو عدم التمييز، ولكن في نفس الوقت انه انت لا تجبر الشخص على خلينا نقول على شيء عكسك، ولا هذا الشخص راح يعني يجبرك او يطلب من عندك بعض الامور. هو بالنهايه الموضوع موافقه، اذا كان ولي الامر موافق والزوجه موافقه يعني يبدو لي انه بعيدا عن التمييز والعنصريه. ايوه، ولكن في نفس الوقت لما يجي احد يخطب من عندي انا وانا ما بيعطي مثلا، كمان ما حد يجبرني اني اعطي اكيد يعني هي اقصد انه حتى القاعده موافق يقول لك لا ليش توافق، مو من حقك توافق. بالضبط. فالله يهني العروس بابوها صراحه وعقليته المنفتحه وبعيدا عن التمييز والعنصريه. أكيد. راح نروح لخبر اخر مشاهدينا، حيث للاسف فارق الطفل